مثل الجمعية اللي نحن عم نشتغل عليها كلوبي لبناني أمريكاني نقدر نوصل ونوصف الوضع اللي عم يقطع في لبنان. رح جرب أولى باللغة العامية تنكون كتير هيك كاجول. الشعوب الحرة ما بتنسى أبداً ضحاياها، وكيف إذا كانوا هالضحايا أبرياء ارتفعوا للسماء بأربعة آب. اليوم لقائنا لنتذكر ونتذكرهم ونحييهم برشتنا وبأقلامنا وبقلوبنا، ونقول لهم إنه قضيتهم ما رح تموت، ودمائهم ودموع أهاليهم وأصدقائهم غالية كتير علينا. نحن قطعنا عهد أمام الله وأمام الأجيال بأنه رح نحاسب كل مسؤول عن الجريمة اللي أحزنت البشرية بكل أنحاء العالم. لبناننا أيها السادة ما بيموت ما دام هناك نبض فينا. لبناننا محبة، لبناننا حب، حب حياة، حب الإنسان. لبناننا بيحيا ولو من بعده تجي المأساة والحروب. نتألم منبكي، ولكن نحن كطائر الفينيق ننفض رماد الدمار ومننطلق ومنحيا ومنرجع من جديد منعيش. هيدا قدرنا من وقت ما فجر التاريخ. هيدا القدر اسمه لبنان، المرسوم بالكتب السماوية وبالأساطير. أحبائنا، هل أحبائنا تبعنا مش مثل ما بيقولوها بأسر بعبدة، إكمالاً لمبادرة سول اللي نقلت وجعنا للعالم من شهرين واللي حركت ضمير أصدقاء لبنان وأبنائه بالخارج، نجتمع اليوم لنقرب المسافات بين جناحي طائر الفينيق، بين لبنان المنتشر المغترب والمهجر وبين لبنان المقيم المسجون والمعذب. نجتمع لنرسم، لنلون، لنقول للعالم أجمع إنه نحن بحبنا للحياة رح ننتصر. أهلا وسهلا فيكم.